مجموعة من القرارات المهمة خدها مجلس الوزراء النهاردة بالمناسبة. ليه؟ علشان برضو إصرار الدولة وحرصها الشديد على أنه تحمي المواطن قدر الإمكان من هذه الموجة التضخمية التي تعصف بالعالم. الإجراءات اللي تم اتخاذها النهاردة أو القرارات اللي تم اتخاذها النهاردة تقدر تسميها قرارات متعلقة بالانضباط المالي. يعني مثلا زيادة الحد الأدنى للعلاوة المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد الاستحقاق زي ما كنا بنتكلم، فيبقى من أول إبريل بدلا من أول يوليو، يبقى كده 3 أشهر بدري. طيب كانت قبل كده المفروض تبقى 7% فتقال لأ هتبقى 8%. طيب واحدة واحدة، المخاطبين بالخدمة المدنية تحديدا دي كانت علاوتهم هتبقى 7% من الأجر الوظيفي، فالقرار الجديد لأ 8%. طيب العلاوة الخاصة بتاعة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فدي هتبقى 15% من الأساسي بدل ما كانت 13%. طيب يحصل كمان زيادة شهرية للحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالفئات المالية المقطوعة اعتبارا من 1 إبريل. خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الأمر مع دكتور مصطفى بدرة خبيرنا الاقتصادي الشهير والمعروف. أهلا بك دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا فندم. كيف يرى دكتور مصطفى بدرة هذه القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الحافز وزيادة العلاوة والصرف المبكر 3 أشهر عن الميعاد اللي كان مقرر ليه 1/7؟ هو طبعا لا يخفى على حضرتك التأثيرات الاقتصادية العالمية استوجبت من الحكومة ومن القيادة السياسية حزمة محفزات للمجتمع وللناس. الحزمة دي يا فندم ليها عدد من الأطر، منها ان هيفي تخصيص لصرف زيادة المعاشات، صرف زيادة المخاطبين بالخدمة المدنية والغير الخدمة المدنية، وهيبقى فيه إعفاءات ضريبية لمستويات من بعض من الموظفين اللي هو تقريبي على ما أتذكر 30,000 جنيه مرتب ده في السنة هيعفى ضريبيا خالص بعد ما كان 24. لا ده كان ليه شريحة أقل من كده، 24 ده اللي هو أكتر مرتب بتحصل عليه اللي هو الشريحة العليا. يعني كل الاستحقاقات دي، خلاف كمان أن الدولة بقرت ان الصرف بدل من 1/7 اللي هو القادم اللي هو كان مع الموازنه الجديده خلته ل 1/4 القادم ان شاء الله اللي احنا على اعتابه بحلول شهر رمضان باذن الله. الاجراءات السريعه دي يا فندم كلها هتتوجه باصدار قانون من مجلس النواب هيتم تطبيقها ان شاء الله خلال الاسبوع القادم، خلاف في نقطه مهمه قوي كمان، دخول 450 الف اسره لمعاش تكافل وكرامة. أعتقد كمان في نقطة مهمة بتهم المصنعين إن هو الدولة هتتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنين. مزبوط. علشان يبقى في نشاط، حضرتك أكيد تعلم إن الأنشطة الصناعية طبعا بتتأثر بالخارج، الخامات بتغلى، فعشان يبقى العجلة لسه بتدور والحكومة بتساند في بعض من القرارات الاقتصادية اللي هي الدولة بتحمي بيها المجتمع الاقتصادي بالكامل. وطبعا ده في متطلبات اكتر، طبعا ان شاء الله هتلاقي الدولة بتساند خطوة بخطوة. استبقت الخطوات دي بايه يا فندم؟ اكيد حضرتك يعني قمت بهذا الامر باستفاضة، المعارض اللي وجدت في السوق، المعارض والشوادر الكبيرة اللي هي عشان تخفض الاسعار ميبقاش فيه استغلال او يعني زيادة في الاسعار مبالغ فيها. واعتقد هي دي توجيهات فخامة الرئيس، رفع الأعباء عن المواطنين بأقصى درجة. حلو. يعني يمكن حضرتك شفت الأسبوع اللي فات فخامة الرئيس بنفسه في الشارع. أيوه. بيعمل حاجة اسمها استقصاء ميداني، ده بالنسبة لنا احنا كاقتصاديين معلش يعني. أيوه. بيسمع من الناس من كلامهم لودنه على طول، دون بقى مراكز أبحاث، دون بقى حضرتك تقول لي الوزارات بترفع تقارير، لا. والكلام علنا أمام الإعلام. قولوا لي الشكاوي ايه؟ في ناس قالت له الشكاوي من ارتفاع الاسعار، قال لهم هجتهد اكتر مع الاجهزه المعنيه ان احنا نزيد من حجم المعروض
لان حضرتك تعلم جيدا ان في بعض الاماكن متطرفه الابعاد أيوة. بتحتاج توصل لها عربيه زياده او بيبقى في نقطه تجمع للاسف ما بيوصلهاش بعض من المواطنين، فاحنا دايما بنناشد اخواتنا في وزاره التموين او القوات المسلحه او وزاره الداخليه ان تكون مبادره هي بتحريك هذه العربيات او الشوادر لاتجاه التجمعات السكنيه اصلا. عظيم جدا. اذا هذه الاجراءات من شانها انها تخفف على المواطن قدر الامكان. انا عندي اجراءات تعلقت بخفض الاسعار واجراءات تانية متعلقه بزياده الرواتب. مظبوط يا فندم. حلو قوي. خلينا نقطه مهمه، وفي النقطه انا قلت لحضرتك عليها اللي هي مساهمه في النشاط الصناعي، ان احنا الدوله بتتحمل عبء الضريبه العقاريه عن المصنعين لمده 3 سنين. بالظبط. فيعني لسه في اجراءات طبعا، لان برضه زي الدولار الجمركي، يعني الحكومه اتخذت قرار بتثبيت القرار الجمركي 16 جنيه حتى نهايه الشهر الحالي علشان ما يحصلش خلل في بعض من الامور الاستيراديه. وده بالتحديد الدولار الجمركي 16 جنيه ده للسلع الاساسيه والاستراتيجيه زائد المكونات الانتاج. مظبوط يا فندم، علشان يبقى في استقرار. انت حضرتك تعلم جيدا ان احنا ان شاء الله نهايه الشهر ده بنسميه نهايه ربع مالي. ايوه. ده اللي هو الربع الثالث في الموازنه بتاعه السنه الماليه 21-22، وده بيبقى يعتبر الربع المالي الاول في السنه 22 للقطاع الخاص، فعشان ما يحصلش خلل في المحاسبه الماليه كويس، ده بيبقى في استقرار في نهايه شهر 3 بيحسبوا له الضرائب الجمركي، يقدر يعد الموازنه بتاعته والمحاسبين ما يقدروش يتكلموا في اي امر من الامور دي. طيب، سؤالي يساله دائما العاملين في القطاع الخاص يا دكتور مصطفى، هل هذه العلاوات والزيادات تطال القطاع الخاص ايضا؟ بتسال سؤال في منتهى الصعوبه. ما تخليني اضم صوتي لصوتك ونحن نقول يا ريت القطاع الخاص يساهم والمساهمه بسيطه، بان حتى ما يتمش تحريك اي اعباء على العامل او الموظف، ويا ريت يكون فيه مبادره من حضرتك دايما ان الحفاظ على العامل هو العمود الفقري لاي مصنع او لاي شركه. التداعيات الاقتصاديه يا استاذ يوسف مش عايز اقول لك عليها، والاخبار اللي بتجينا من الخارج في منتهى الصعوبه. ارتفاع التضخم ومستويات الاسعار الخارجيه بتمس المواطن اللي هو مش في اوروبا ولا في امريكا، في اصغر نجع في اي دوله في العالم. فخلينا نقول بمناشده طيبه لكل القطاع الخاص، الحفاظ على العامل اللي تدربتوه واجهدتوا نفسكم عليه ده بالنسبه لكم ثروه قوميه ما تتنازلوش عنها. أنا طبعًا ما أقدرش أقول لحضرتك عشمان إن يرفعوا المرتبات، لأن يبقى ده هيبقى خلل اقتصادي ما أقدرش أكلمك فيه، لأن ده بتحتاج تدبير مالي كبير. الجنيه بيفرق في الصناعات أو في الشركات الكبرى، ولكن أعتقد المساندة الإعلامية الطيبة من حضرتك لكل رجال الأعمال الكبار والمصنعين والتجار أعتقد ممكن تلقى استحسان في قلوب كثير من رجال الأعمال بالحفاظ على الثروة البشرية العاملة. ده جزء من حماية استثماره بالمناسبة، يعني اللي هيعمل كده هيبقى بيحمي استثماراته، لأنه حماية العامل والموظف سواء إذا كانت الشركة تصنع أو إذا كانت هذه الشركة تقدم خدمة ما أيا كان نوعها، في النهاية هو بيحمي استثماراته. يعني مش عارف، بس الحقيقه ده بكل تاكيد يا فندم. خلينا انا اقول نيابه عنك، طبعا ده بكل تاكيد، ولكن هو بتحكمه اليات السوق. انت تعلم حضرتك جيدا اليات السوق دي بيبقى فيها مدخلات، الارتفاع في المدخلات ساعات بيبقى ليها تداعيات، ان المنتج ما بيعرفش يبيعه بسعر تنافسي مقابل اسعار اخرى. فعشان كده بنقول اكيد السياسه الماليه لكل شركه ممكن تتحمل تداعيات هذا الامر، حتى ربنا يعني يقدرنا على الانفراجه الكبيره تنتهي الحروب اللي هي ليها تداعيات تضخميه كبيره، والتضخم اصلا بيمس العالم كله طبعا. اكيد حضرتك طبعا تعلم جيدا دي حاجه مش بتاعتنا ولا مصر اللي جايباها ولا عاملاها، التضخم ده مستورد من الخارج طبعا. اكيد حضرتك وكل مشاهدينك يعلموا ارتفاع برميل البترول
مأثر تأثير كبير جدا. العالم واقف على زي ما بيسموه كده على الخيط المشدود. برميل البترول وصل ل 115 دولار، وطبعا تأثيرات السلع والمحاصيل الزراعية بارتفاع. ومش عايز اقول لحضرتك اكثر من ذلك، تخوفا بس من ان الناس فاكره ان الحرب دي لو انتهت بكره هترجع الامور زي ما هي. لا طبعا، لا، ليها بيبقى كده كده بيبقى ليها بوست حروب لو صح التعبير، تبعات ما بعد الحرب يعني. بالظبط، تبعاتها دي بتقعد مش باليوم يا فندم ولا بالاسبوع، ده بتقعد بالشهور. صحيح، يعني تخيل حضرتك الحرب دي، يعني انا بتمنى السلام للعالم كله يا رب، وهذا مبدا رئيسنا وهذا مبدا دولتنا، ان يسود العالم السلام وان يكون في حوار ديمقراطي للعالم كله يا رب. تخيل الشهر ده يا فندم تداعياته هيقعد معانا، اذا عرفنا نستعجل العالم يعني والمجتمع الدولي يتحرك لنهايه السنه. فهذا امر يعني اعتقد بيحتاج من التدقيق، واعتقد لو الحكومه نشدت رجال الاعمال او سندتهم بعض المسانده في بعض من الامور داخل الموازنات زي ما كان حضرتك بتتفضل في ذكرها، اعتقد هيكون في الحفاظ على المجتمع العمالي والموظفين. ده امر هيكون فعلا. اتمنى ذلك. اشكرك جدا يا دكتور مصطفى، كل الشكر لحضرتك دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي المعروف.